السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 9 من سلسلة التمارين المعلن في المستوى. إذا هذا التمرين رقم 9 هو مرتبط بالتمرين رقم 8 من حيث السؤال الأول فقط. إذا التمرين يقول: نعتبر المستوى منسوبا إلى معلم متعامد ممنظم أو SG. السؤال الأول: أحسب عن بي وبي سي وأسي. إذا هذا السؤال هذا صوبناه في السؤال رقم 8. السؤال الثاني: اثبت ان المثلث ABC قائم الزاويه. اذا حنا غادي ناخذ الجواب ديال السؤال رقم 1. اذا حسبنا المسافات ولقينا بان AC تساوي الجذر ديال 65 و AB تساوي جذر 20 و BC تساوي جذر 45. اذا السؤال الثاني لنثبت ان ABC مثلث قائم الزاويه. اذا من بين المبرهنات الممكن استعمالها مبرهنة فيثاغورس العكسية التي تقول: إذا كان مربع الوتر يساوي مجموع مربعي ضلعي الزاوية القائمة فإن المثلث قائم الزاوية. إذا عندنا مسافات كيمكن لين نحسب المربع. إذا لدينا AC مربع تساوي ماذا؟ تساوي جذر 65 أس 2. إذا الاثنان ديال الأس كتمشي مع الجذر تبقى لنا 65 AB مربع تساوي جذر 20 أس 2. الأس تمشي مع الجذر تبقى لنا 20 BC مربع تساوي جذر 45 أس 2. إذا الاثنان ديال الأس كتمشي لنا مع الجذر تبقى لنا العدد 45. إذا هنا واضح بأن 65 راه كتساوي 20 زائد 45، وبالتالي وجدنا بأن AC مربع تساوي AB مربع، دونك AB مربع زائد BC مربع. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية المثلث ABC قائم الزاوية في أي نقطة. إذا AC يمثل الوتر، وبالتالي فرأس الزاوية القائمة غيكون ماشي A وماشي C، يعني غيكون هو B، لأن الوتر دائما هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. إذا قائم الزاوية في B.